الو، مرحبا، هون مؤسسة السيريو بور بالكرتونة المتحدة. مرحبا ابو فريد. ايه، انا مطيع، بدي احكي مع الاستاذ جهاد اذا سمحت. شلون تعرف شو بدي احكي معه؟ عم اقول لك. لا بدي، امتى بيخلص اجتماع؟ ما بيخ، مع السلامة. شو مطيع؟ كيف صرت؟ مالي منيح، مالي منيح منوب. طيب حبيبي تقبل قلبي، قوم كلك لقمه. مالي جوعان. لك يا حبيبي ما بيصير هيك، صار لك يومين ما عم تاكل. ان شاء الله يصير لي شهر مالي نفس. طيب حبيبي الله يرضى عليك، اعمل لك فنجان قهوه. لا لا ما بدي، اعصر لك كاسه ليمون. مو جاي على بالي. لك يا مطيع ما بيصير هيك، صار لك يومين على هالحاله. يا روبا يا روبا فهميني، انا لا رح اكل ولا رح اشرب ولا رح اطلع برات البيت قبل مديري الاستاذ جهاد ما يعفي عني ويرضى. طب حبيبي انت لهلا ما عرفت ليش هو زعلان مني؟ ما عرفت يا روبا والله العظيم ما عرفت، وهذا اللي رح يجنني. لك رح يجنني يا روبا والله العظيم رح يجنني. سلامة قلبك تقبرني. نعم نعم استاذ، عليم عليم على عيني وراسي. لا ولو بدنا خدمة تحرز. لا استغفر الله استاذنا، العين ما بتعلى على الحاجب. على عيني، بتأمروا بتأمروا استاذ. مع السلامة مع السلامة. قالوا نعم. اهلا وسهلا باستاذ وهيب. اهلين وسهلين، عاش مين سمع هالصوت استاذنا المعلم. ايه موجود، لحظة بس خليك معي على الخط لأحكي معه. ألو مرحبا أستاذ. أستاذ في معي الأستاذ وهيب على الخط الثاني حابب يحكي معكم. لك يا بهي ما قلت لك ما بدي أحكي مع حدا، ما قلت لك ماني فاضي. مزبوط أستاذنا، بس أنا قلت لحالي الأستاذ وهيب بجوز رفيقكم وحابين تحكي. أنت ما بتفهم ما بتفهم، خلاص عمل لك ماني فاضي. مشان الله ما تأخذني أستاذ، خلاص علم، شكرا شكرا، لا تأخذني. ألو إيه أستاذ وهيب، دخيل عينك بدك ما تأخذني، والله المعلم مشغول شوي. لا 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 لا، في عنده اجتماع مع السيد وزير. دخيل عينك، على عيني، بتأمر بتأمر استاذ، مع السلامة. الله معك. الو نعم مين معي؟ صباح الخير استاذ سرور، انا روبا مرته للاستاذ مطيع. اهلين اهلين وسهلين ست روبا، شو كيفه اخي مطيع؟ والله يا استاذ سرور مطيع تعبان كتير، ما عم بيروح الشغل ولا عم ياكل ولا عم يشرب. لا 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 خير، شو صاير معه؟ مديره الاستاذ جهاد زعلان منه ومقلع من عنده. لا 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 خير، شو السبب؟ والله ما بعرف، ما كان يقول لي. بقى دخيلك زكاه عيونك تجي تشوفه، والله الزلمه رح يموت من الزعل. سلامه قلبه. لا هلا بروح باخذ فرحان وحسون وبنروح لعنده مباشره، بفهم منه شو القصه. ولا يهمك مدام. اي يلا بحكي، على عيني وراسي، مع السلامه. الو نعم. تعال عندي بسرعه. حاضر استاذي، ثواني يكون عندك. يا جماعة مشان الله دبروني، أنا رح أجن. أنا مثلكم ما بقدر أشتغل غير لقلوق، وإذا بيضل معلمي هيك غضبان علي وزعلان مني رح تطلع روحي، رح ينخرب بيتي رسمي. طيب أنت ما بدك تفهمنا ليش الأستاذ جهاد زعلان منك؟ صدقوني ما بعرف ما بعرف، وهذا اللي مجنني. بالأول كنت أنا وياه مثل السمنة والعسل، بس شو صار؟ والله العظيم ما بعرف. طيب طول بالك شوي، روق وفهمني. يوم اللي زعل منك وين استقبلته؟ على الباب، وفتحت له باب السيارة كمان. وكان في ابتسامة على وشك ولا كنت مكركب؟ الله وكيلكم، الابتسامة على وشي كانت شبر. وحملت له الشنطة؟ ما خليته يشيلها ولا ثانية واحدة، وركبت قدامه كمان. ظهرك كان محني؟ طبعا محني، محناني ومجلسه قدامه محني طائن. طيب هات لشوف احكي لنا. رح احكي لكم من وقت ما وصلته لباب مكتبه لحد ما قلعني. بعد من خليك رح تشكلني. عفوا سيدي، تفضل تفضل.
شلون بتحبوا تشربوا بدكم سيدي؟ مثل العادة سادة يعني. لحظة واحدة، القهوة سخنة بالترمس. تفضلوا سيدي، هاي قهوتكم إن شاء الله صحة وهنا. شو الأخبار؟ في 10 مراجعين على الباب سيدي. لك تضرب أنت والمراجعين، أنا عم بسألك شو الأخبار؟ أيوة هلأ فهمت عليكم سيدي. سيدي نائبكم الأستاذ جاسم. لا تقول نائبي، هذا الزلم أنا ما بتعرف عليه ابنه، هذا فرضينه علي فرض. أي طبعاً ما حلاكم تتعرفوا عليه على هيك شكيلات يعني. حكي لي هلأ شو بو جاسم؟ سيدي إجا من ربع ساعة قبل الكل. ليك سهيان ليك، يعني إجا قبلي مشان يعني يقولوا إنه قلبه على الشركة وبيغار عليها ونشيط. بسيطة يا جاسم، مين فات لعنده؟ سيدي فات لعنده الأستاذ صالح. إمتى؟ وما خليت شغلي بالدائرة صارت إلا وحكيت له إياها، حتى إني حكيت له نكتة جديدة. وضحك عليها؟ كتير كتير، وقال لي حاجة حاجة رح تطق مرارتي. طيب فهمنا ليه زعلان منا؟ ما بعرف ما بعرف يا سرور. مطيع لحظة شوي الله يخليك. مثلا حاول تتذكرها، دخلت لعنده مراجعين ما بيحبهم؟ لا ابدا، دخلوا اثنين بيعرفهم من قرايبينه واثنين مديرين لحالهم او هو طالبهم، والله ما بعرف. اسمح لي، هاي الشغله ما فيها شيء ومو معقول يزعل منك مشانها. لازم تتذكر شو عامل الا ما تكون عامل شيء، ما بيصير ما تكون عامل لك شيء شغله. تذكرت شغله. شو هي؟ حوالي الساعه 12 قام معلمي من ورا المكتب وقال لي أنا رايح لأي عطوالي دير بالك. اتفضل. وأنا عادة لما بيروح معلمي عطوالي بصير بخ عطر مشان معلمي يغير جو ويشم ريحة حلوة. شو هاد خناقتي؟ فعلا صاير قليل فهم يا مطيع انت. ليش سيدنا ليك؟ وعم تقول ليش كمان؟ يلا نقلع مخلقتي. نقلع! امرك سيدي امرك. لا تروح على غرفتك؟ ليش؟ على وين تروح لكان سيدي؟ على بيتك، على بيتك فورا، ما بدي اشوف خلقتك بالدائرة بمو، سمعان؟ وهذا اللي صار، واني كنت افهم ليش قلعني وبهدلني، ما كنت افهم. اي واضحة مثل عين الشمس، ما بدها اثنين يحكوا فيها. مزبوط. ليش دخيلة؟ لأنه حضرتك ما ركضت له بالبشكير لما هو طلع من التواليت. ايوه بيجوز والله. ما في بيجوز، هذا اللي صار معك. مزبوط، ما سمعته عم يقول لك صاير قليل فهم يا مطيع؟ بصراحة مشكلتك صعبة، صعبة كتير يا مطيع. طيب وبعدين؟ شو بدي ساوي؟ أنا ما بقدر أشتغل غير لقلوق بين إيدين المدراء، وإذا نقلني المدير هلا على شي محل تاني والله بموت. بموت بأرضي. هلأ طول بالك واسمع، انت اتصلت بالمدير حتى تعتذر له؟ حاولت كتير بس ما عم يرد علي ولا عم يرضى يقابلني. مشكلتك صعبة بس ولا يهمك، لازم لقي لك حل. شلو؟ يعني لازم تستفيد من تجاربنا الشخصية، ما هي؟ معك حق يا حسون، انا مرة زعل مني المدير، مو هاد ولا اللي قبله يلي قبله، بتذكر اسمه لهلأ كان اسمه الدكتور حسين. بس شو هالمدير؟ الله لا يورجيكم، الله لا يدوقكم، كان كتير مأنزع وشايف حاله ولسانه زفير كمان. بس محسوبكم كان متحمله على علاته وعم أخدمه ولقلق له على الآخر، وبصراحة كان هو مبسوط فيني كتير وما كان يقدر يستغني عني أبداً، لأنه نحن اللقالية بعلمكم كتير لازمين للمدراء لحتى يفكروا حالهم شغلة كبيرة. حرام. وشلون زعل منك؟ مرة كان راجع من السفر وانا عم استقبله مع بقيه الموظفين على باب الدائره، ومدري شلون غلطت وقلت له الحمد لله على سلامتكم يا استاذ، وغضب الله ونزل علي. ليش نسيت له دكتور؟ تاري بتحسس من كلمه استاذ كتير مثل ما بيتحسسوا ضباط الجيش من كلمه استاذ. وبايش دكتور هاد دخله؟ ايه شو بيعرفني، كنا نقول له استاذ. بعدين غبله كم شهر بروسيا، قال بمهمه دراسيه، ولما رجع طالع امر اداري انه ما حدا يقول له غير دكتور. ايه وبعدين كيف صالحها؟ الحقيقة تعذبت هيك مثل حكايتك، وجنابه لا يحكي معي ولا يرد علي،
وكل ما شافني يسبني ويبهدلني. طيب كيف صالحك بعدين؟ الحقيقة عجزت، اهلكت ونسدت كل البواب بوشي، بس بعدين الله فتحها على ايدين معلمتي مرته للدكتور حسين. شلون بقى؟ يا سيدي دريت انه عيد ميلاده بعد يومين، قمت اشتريت باقة ورد وكتبت عليها إلى معلمتي زهرة الأزهار ووردة الورود التي لا تذبل أبداً في عيد تجدد شبابها، ورحت أترصد معلمتي إنصاف وهي طالعة بسيارتها من الفيلا. معلمتي أهلين يا سرور، أنت وين غايب لك يومين؟ والله بدك ما تأخذيني بالفترة، كتير كتير مشغول. إيه صحيح، تفضلي معلمتي، هي بمناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله ربي بيجعله ألف ألف مبروك. ميرسي كلك ذوق، بس ليش ما جبت المسا على البيت؟ ما بسمح لي معلمي. ليش؟ بصراحة زعلان مني وقلعني من مكتبه. إيه شو صاير ليش؟ أنا ما بعرف كيف غلطت وقلت له يا أستاذ. ليش انت ما بتعرف انه صار دكتور؟ ما الله عمى على قلبي بهديك اللحظة وانا مستعد اعتذر منه وبوس ايدي وبوس رجلي واعمل اي شيء بده اياه بس هو يأشر. خلص ولا يهمك، من بكرة بترجع بتداوم طبيعي بشغلك ولا كأنه صاير شيء سمعان؟ ايه بس بجوز معلمي. خلص خلص يا سرور، معلمك الدكتور اتركه علي. اوكي؟ شكرا. وبهالطريقة رجعت على الشغل لعند معلمي مثل ما كنت وأحسن، وخفت بهادله كتير، وصار إذا بده يبهدلني يوطي صوته. بقى مالك غير تروح لعند مرت معلمك. معلمي ماله متجوز؟ ماله متجوز؟ شو هالحكي؟ عما هي والله ما حسبناها. طيب شو العمل هلا؟ الحقيقة أنا مريت بتجربة مماثلة لتجربتك يا أخ مطيع. باختصار كنت أنا ومديري الأستاذ رعد على أحسن ما يرام، وبحياتي بعمري ما قلت له لا على شغلة، وكان كتير كتير مبسوط مني. بس بيوم من الأيام، إن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد، ما بحب تذكرها، قال لي فيها الأستاذ رعد: يا حسون يا حسون عطشان بدي أشرب. وركضت فرد ركضة وجبت له كاس المي، هو عم يشربها إجا تليفون من الوزير، قام تشردق وكب المي على حاله وعلى الكرسي، وهو شاف المي مكبوب عليه صار يصرخ وقال كل الحق علي لأني أنا مليت الكاسة مليتها للطفحة، وهددني وبهدلني بهدلت الكلاب وقلعني، وعجزت لحتى يصالحني بس يرفض، وما كان يصالحني قسما بالله قسما بالله يا جماعة. يعني كنت رح أطق من زعلي، وبتعرفوا نحن اللي ما بنقدر نعيش بلا مدرة ونحوس بين إيديهم. وبعدين شلون تصالحتوا؟ في واحد الله يجزيه الخير دلني على الطريق وقال لي: بدك مدير صالحه؟ قلت له: هذا يوم المنى. قال لي: مالك غير منى. قلت له: مين هي منى؟ قال لي: ولك السكرتيرة الثانية شبك، هي كلمتها مسموعة وما بتصير تنتين عند الأستاذ رعد. قلت له: فعلا كيف ما خطرت على بالي هالقصة؟ بلا طول سيرة اشتريت قنينة عطر فخمة كلفتني 3/4 الراتب. قلت معلش المهم ارجع لشغلي، ودخلت على غرفة الأنسة منى. مرحبا، تحياتي. أهلين حسون، أهلا وسهلا. لك ليش ما عم نشوفك؟ ليه ما عم تطلع لنا؟ والله كنت بإجازة. إجازة كتير منيح. تفضلي. شو هاد؟ هدية متواضعة، بارفان. بارفان إلي أنا؟ طبعاً لي. منك يا ملون، وشو المناسبة بقى؟ الحقيقة ما في مناسبة، بس حسينا هيك حالنا إنه في مرور شهرين على وجودك معنا، فإنه ممكن تكون هي مناسبة بسيطة. هلا أنا إلي شهرين هون؟ إيه؟ تصدق ما حسيت فيها؟ ولا لحنا. يسلموا ايديك كلك زين. شكرا. يسلمك. في شي حسون؟ بدك شي؟ بدي، ايه والله بدي، بس خجلان شوي. ايه قول قول، لا تستحي. شو بدك؟ دخيلك يا انسي منى، دخيلك، بدي اياكي تصالحيني انا والاستاذ رعد. حس حالي رح موت. اوف، وليش زعلان منك؟ شو عامل له؟ ما في شي، بس قال انا مليت كاسة المي قصدا حتى يكبها على حاله. صدقيني يا انسي منى، انا ما دخلني، سيادة الوزير حكى معه هو عم يشرب المي، قام تشردق وكب على حاله، بقى انا شو دخلني؟ شو ذنبي؟ معقولة؟ اضرب شو قليل العقل، خلص ولا يهمك، من بكره الصبح بترجع على شغلك. ب-
بس بجوز الأستاذ رعد. خلص من بكرة الصبح رح ترجع على شغلك، عم تسمعني؟ الله يخلينا إياك، خلينا هالوش الحلو، شكرا كتر خيرك. وحياتكم يا جماعة، رجعت على شغلي مثل أول وأحسن. وقال لي معلمي الأستاذ رعد داري لك معزة خاصة عند الموزيل منى يا درسان. بكرة إذا تخانقنا أنا وياها أنت اللي بدك تصالحنا. طلعت فيك ضحكت قلت له عراسي معلم عراسي، شو بدي له يعني؟ يعني السكرتيرة اللي صالحتها؟ لك مي معناتها مالك غير السكرتيرة مطيع. معلمي ما عنده سكرتيرة ولا بيحب السكرتيرات. الحما شو هالبني آدم ها؟ لا متجوز ولا عنده سكرتيرة؟ شو قصته؟ لكن حتى تعرفوا قديش مصيبتي كبيرة. طول بالك مطيع، طول بالك إلا ما يلتقى حل. لك نحن العليق مو لازم نيأس بنوب، لأنه كمان أنا زعل مني معلمي الأستاذ ياسيب مرة زعل كبير كتير كتير ومسح فيني الأرض وما خلى علي ستر مغطى. وليش ساوى فيك هيك؟ هذا يا سيدي كنت رايح بالسيارة أنا ومعلمي مشوار، أنا عم سوق ومعلمي قاعد وراه ومعه كلبه مهراج، وكان معلمي غفيان شوي وأنا حاطط له موسيقى ناعمة، ونحن ماشيين بالطريق وصدفة مرق سيادة الوزير من جنبنا بسيارته. الكلب مهراج صار يعوي لأنه شاف سيادة الوزير، وبعد شوي فاق معلمي. شو بقول الكلب ليش عم يعوي؟ والله ما بعرف يا سيدي. شلون ما بتعرف يعني؟ مو مهراج على أساس صاحبك وبتفهم عليه؟ يمكن لأنه مرق سيادة الوزير من جنبه. وزير مرق من هون؟ ايه نعم سيدي. يخرب بيتك شلون ما بتفيقني؟ والله يا سيدي شفتك آخر غفوة قلت لحالي لا تزعجه. لك نام عليك حيط إن شاء الله ويخلصني منك. يا سواد وشك يا ياسين يا خراب بيتك. لك هلأ الوزير إذا شاف يفكرني شايف حالي. يخرب بيتك. لك أنت شو عملت فيي آه؟ صف على اليمين ولا صف على اليمين. زين لشو؟ زين الأوام؟ لوين سيدي؟ عجهنم الحمر اللي تتعب. وهيك رماني على الطريق وتركني بالكلب السلائي. الله وكيلكم حسيت حالي مثل الضايع. لك شو بدي ساوي؟ ما عاد أعرف. بتصدقوا إنه فكرت زدت حالي تحت سيارة شحان؟ ما قدرت، الروح غالية. وبعدين؟ ما خليت وسيلة تعتب علي إنه صالح معلمي ما يرضى يصالحني. إيه وبعدين كيف تصالحتوه؟ بتصدقوا إنه اللي حل مشكلتي الكلب مهراش؟ شلون بقى؟ يا سيدي الكلب مهراش متعود كل يوم أخده مشوار بعد العصر على الجناين وأشري له سندويش وبوزة، وبعد ما قلعني معلمي إجوا بدهم ياخدوه مشوار ما رضي وصار يعوي ويعضي اللي بده ياخده. أخذوه على الدكتور قال لهم هذا معه اكتئاب وفاقد الحنان، وإذا ظل هيك رح يجن أو يموت. مليت لك إلا تاني يوم بعت وراي معلمي على المكتب وقال لي شوف يا فرحان، صحيح غلطتك كانت كبيرة كتير، بس أنا عفيت عنك مو كرمالك ها، كرمال مهراش وبس. سمعان سيدي، أنا ما بدي غير رضاكم بالدنيا كلياتها، ما بيهمني غير الرضا تبعكم. الله لا يحرمني اياكم، الله يخلي لي اياكم، ان شاء الله ربي بيديم عزكم انتم مهراش. الله معك. امرك سيدي امرك، عاوزين شيء؟ سلامتك. خلي لنا اياكم. كلامك مزبوط يا جماعه، نحن اللي اكثر شيء بيهمنا انه معلمينا يكونوا رضيانين علينا بس. مزبوط. ولهلا انا ومعلمي مثل السمنه والعسل. والفضل كله بيعود بيني وبينكم لمهراش. بقى شو رأيك؟ بس معلمي ما عنده كلب. شو هالبني آدم ها؟ لا متجوز ولا عنده سكرتيرة ولا عنده كلب، شلون عايش؟ حتى تعرفوا قديش مأساة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع مطيع، الأستاذ جهاد قبل ما يجي لعندكم على الشركة وين كان يشتغل؟ كان بالفرع 999. عظيم.
وشو بدي اسألك، بالشركة عندكم مين منافس له؟ يعني مين عم يحفر له؟ نائبه الأستاذ جاسم، وبيكرهوا بعضهم كتير. عظيم، معناتها انحلت أمورك. شلون يعني؟ اسمع لقلك، أنا من رأيي تكتب بهاد جاسم غريم معلمك تقرير من كعب الدست، وما بتخلي عليه لا شاردي ولا واردي، شي صار وشي ما صار، وبتطالعوا فيه عميل وجاسوس وضد التقدم وصياد خبيث بالمياه العكري، يعني بتجيب آخرته. ايه وبعدين؟ تبعت التقرير للأستاذ جهاد وأكتب اسمي عليه؟ طبعا، حتى يعرف مقدار إخلاصك له. وبتعتقد بهالصورة رح يرجعني للشغل؟ طبعا، وما رح يعود يقدر يستغني عنك منوب، لأنه كتابة التقارير ميزة جديدة غير تمسيح الجوخ واللقلق. كما أنني على استعداد لأن أعلن للجهات المسؤولة بأن السيد جاسم أبو ملاحة هو ذنب نشيط من أذناب الإمبريالية، وهو رجعي من الطراز الأول وحجر كبير يقف في مسيرة التقدم وصياد خبيث في الماء العكر وعقرب وثعلب غدار في مجال. لك شو عم تساوي انت من صاص الليالي؟ عم اكتب. وشو عم تكتب صار لك ليلتين؟ تقرير استرحام وتظلم لمديري مشان يرجعني للشغل. اوف ورجني والله. كم صفحة صرت كاتب؟ عشرة منه؟ عشرة. ولك بيرجعني للشغل؟ قول يا رب ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا رب ان شاء الله. بدك شي؟ لا سلامتك، ما بدي شي. وأنا متأكد بأن سيد جاسم أبو ملاحة طابور خامس ويروج للإشاعات الهدامة، وأقسم لكم بأنني لا أبغي من تقديم هذا التقرير سوى خدمة البلد والمصلحة العامة. التوقيع مطيع. يصل لعناية المدير العام لشركة ستيريو بورد والكرتون المتحدة الأستاذ المبجل جهاد الفزعة المحترم. صباح الخير ابو حسام. اهلا مطيع. بقدر فوق؟ لا. شلون لا؟ أنا موظف هون. والله الأستاذ جهاد قال لي إذا إجا مطيع لا تخليه يفوت. بس ضروري شوفه أنا. اسمع مني يا مطيع، الأستاذ جهاد ليه أخلاقه كتيرها. ليه؟ أخي على الآن المشاكل بينه وبين الأستاذ جاسم. معناها لازم شوفه. ما بقدر، الله يخليك، لا تحرجني. طيب بسيطة، يعطيك العافية. الله يعافيك. حدا اتصل فيني من الشركة؟ لا. ليكون حدا اتصل فيني وأنا نايم. شبك أنت مطيع؟ صار لك جمعة لهالحالة؟ عامل لك ما حدا اتصل، ما حدا اتصل. رح أجن، رح أجن يا روبا، رح أجن. شوفي مطيع، شو صار في هذا كتاب التظلم والاسترحام اللي بعته لمديرة؟ ما بعرف، لحد هلا ما رد عليه. ليكون ما وصله؟
ما بعرف ما بعرف. ألو أهلين أبو فريد، بده ياني المدير العام؟ على عيني على عيني، بعد ساعة بكون عنده. الله معك، مع السلامة. مين كان عم يحكي معك؟ هذا المقسم، قال المدير العام بده ياني، وأخيرا المدير العام بده ياني، المدير العام بده ياني. وين معي مطيع؟ مطيع؟ المدير بعد وراي. صباح الخير سيدي، يعطيكم العافية ويقويكم. سيدي إن شاء الله رضيتوا عني، يعني إن شاء الله سامحتوني. أنا ما بقدر استغني عنكم يا سيدي، منو يعني هيك ما بعرف. سيدي إن شاء الله عجبكم التقرير اللي كتبته عن جاسم. جاسم حاف؟ ما لك حق أبداً، على الأقل والأستاذ جاسم. أستاذ جاسم؟ نعم، أستاذ جاسم، يا لئيم، يا غدار، يا عديم الذمة، يا جاسوس. داخل عليكم يا سيدي مشان الله، يخلينا ياكم. أنا زلب نشيط من أزناب الإمبريالية، ورجعي وضد التقدم وتعلب وصياد بالماء العكر وطابور خامس. دخيلكم يا سيدي سامحوني، دخيلك يا سيدي، داخل على عرضك انا بجان الله. يخرب بيتك، كنت خربت بيتي ودمرت تاريخي النضالي ومستقبلي الحزبي. حطوا له هلا قلوه وعملوا له اللازم وزدتوه برا باب الشركه. يلا سيدي الله يخليك، الله يخليك يا سيدي، يستر عرضك يا سيدي. دخيلكم، مين بيقدر هالمرة يصالحني مع المدير الجديد؟ شو دكتور طمني؟ إصابة بجمجمة. يعني خطيرة؟ 200% نزيف داخلي و100% ارتجاج بالدماغ. يا حرام، يعني ما بيعيش ولا بيعيش دكتور؟ 99% لا، والأمر بإيد الله مثل ما بتعرفي. فوق الربوية بشوية سرقوا السلة، سرقوا السلة. لقيتوا شيء معه يثبت شخصيته حتى متصل بقلبه؟ لا ولا دكتور، جوبه فاضي على الأخير، حتى شفت ورقة مكتوب عليها رقم هاتف. لا مبين هالزلمة عمره طويل. قالوا رجع اشتغل بشكل طبيعي والحمد لله. الحمد لله. نفذ منها مثل الشعر من العجين. دكتور نا مطول هذا ليطيب.
ليش عم تسأل؟ بهمك أمره؟ لأنه طاقة مرارتنا بدنا واحد ناخد ونعطي معه. اطمن، إذا ما فاق اليوم بفيق بكرة بإذن الله. ما منقول إلا إن شاء الله. سرقوا السلة، سرقوا السلة، فوق الربويب شوية، سرقوا السلة، سرقوا السلة. يا أخونا، يا حبيبنا، عمري أنت، يا بطاي، شي لا حياة لمن تنادي، جبناك يا عبد المعين تتعيننا، تاريك يا عبد المعين تنعان، فوق الربويب شوية، سرقوا السلة، سرقوا السلة. سرقوا السلة، سرقوا السلة. شو ما بدك تروحي تشوفي؟ لا يا ستي ما بدي، هذا أبو فؤاد أكيد داي أخلاقه بده يطق حنك مع مين ما كان. يا حبيبنا، يا تاج راسي أنت، مساء الخير. ألو ألو، ما في حدا لحدا. يا حبيبي افتح عيونك حتى ناخذ ونعطي، والله ده اخلاقي، بدي واحد هاد وخذ وخذ وهات. شي امنت بالله. فتح عينه يا جماعه. اهلا وسهلا حبيبي برجعتك للحياه. اهلين وسهلين يا عمري انت يا نظري. ابو ايش بيقولك؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ لا ما بعرف. ما بتعرف شو اسمك؟ ها بعرف. حاجة تهز راسك، حاجة تهز راسك من غير ما تهزه معك ارتجاج بالمخ انت. انا وين انا؟ بالمستشفى. هو صار لك بالمستشفى 10 ايام ملقوح مثل الميت. الا فل عليك يعني، ما حدا اجى لعندك. شو بالظاهر اهلك زابلينك انت؟ مزبول انت مزبول؟ مقطوع من شجرة؟ ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة، لا تهز راسك يا أخي، لا تهز راسك، تعمل لي مشكلة بعدين بيقولوا لعبت فيك. لا تهز راسك. لحظة. لا تهز راسك. كيفك؟ بتعرفي أبي حاسني إنه صاير شيء، روح شوفه وارجع لا تنامي. هو جاي نوم مشان نام، يلا خفي رجلك. شو نايمة بالنوبة انتي ولا عم تبردي اضافيري؟ لاني نايمة ولا عم ببرد اضافيري، بس فكرت مثل العادة. شو يعني الواحد لازم يقدم لكم طلب عن طريق المحافظ حتى تجيو بسرعة؟ زلمة صار ربع ساعة فاي. هلأ انت بقى ريحني لسانك لانه ما بيسوى لك الحكي. ما بيسوالي ولا ما بيناسبك؟ صبرون جميل بالله المستعان، خلينا نشوف الزلمة هلأ بعدين بتكملي الاسطوانة تبعك. تفضلي شوفي مين كان شيء. طمني هلا ان شاء الله منيح. ما بعرف، الحمد لله. لا تسألي من هو هالزلمه هذا، ما بيعرف شيء عن نفسه اطلاقا. انا لعبت معه تحقيق طلطميس خرطبيله، ما توصلت لاي نتيجه نافيا اي معلومات عن نفسه. ابو فؤاد الله يخليك، عيني سكوتك لانه انا ما عم بسالك الك، عم بساله له. ما رح يجاوبك. سالته قبلي، سالته بما معناه من انت، فأجاب لست أدري. بس يا ريت أنت تريحي حالك شوي، ما تتحش أنفك بكل شيء لأنه أنا حابة أسأله. سألي شرفي. صحيح مثل ما عم يقول أبو فؤاد؟ شو عم بكذب عليك يا أنا حتى عم تسألي أنت؟ صحيح مثل ما عم بقول. صحيح أنا ما بعرف شيء أبداً. لا تنفضوا على الكهرباء مع ارتجاجها، تنفضوا لأنكم. ما رح ننفضوا، أنت شو رأيك تريح لي حالك بقى؟ لك هي شغلتي، لك أنا بعرف. طيب. فقدان بالذاكرة. يعني شو بدنا نعمل فيه دكتور؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نخرجه. ليش في حل غير هذا الحل؟ خلص خليه هو يدبر حاله. طيب. كيف يدبر حالي يعني دكتور؟ والله ما بعرف. العلاج تبعك خلص، ما عاد نقدر نسوي لك شيء. ما اختلفنا، بس انا ما بعرف حدا، ما بعرف شيء، يعني وين بروح بحالي؟ والله بالمشكلة. والله فهمان عليك، بس شو بيطلع بايدي يساوي؟ هذا مشفى موتي. أنا إمتى بتكون تخرجوني دكتور؟ بعدين بنشوف وضعك منقرر. لأنه كل شيء عم يعملوا لي إياه هوني بقدر أعمله بالبيت، ما خرجوني وخلصوا مني. هلا خلينا نشوف الزلمة وبعدين بنشوف وضعك. ضروري يكون لك كل عرس قرص.
وانا عم بحكي مشان زلمه. وانت شو دخلك؟ ما بعرف، يمكن اجتمع المتعوس على خايب الرجل وانا فكري اخده لعندي واوي لبين ما تتعدل اموره. طيب حاضر يا سيدي، رح نخرجك اليوم، نخرجك انت وياه منيح هيك؟ بس ما يكون فيها ازعاج بعد اذنك. اجعاز؟ اجعاز ايش يا زلمه؟ انا النص مرضي لانه ما في حدا يحكي معه بالبيت، وان شاء الله يكون مرضه مزمن مشان ما اخسره. سهلين فيك. شو الظاهر ما عندك ولا؟ لا والله ما عندي لأنه لسه ما تجوزت. ليش بقى؟ أخي جوازة بدها فطاوة وأنا ما فضيت إلا بعد ما راحت علينا. أنت متجوز؟ والله ما بعرف، مدري متجوز مدري ماني متجوز، الله أعلم. أيوة أصبح وينك؟ خلينا ندبر لك اسم بينما نتذكر اسمك الحقيقي. شو رأيك من اليوم ورايح نادي لك أبو فريد؟ مثل ما بدك. أبو حلو فريد، أبو فريد. ماشي. حلو. وينك أبو فريد؟ مين أبو فريد عفوا؟ أنت شو عم نحكي لك؟ قوم أبو فريد الله يرضى عليك. قوم رشي الزريعة. وهيك قصي الحوار. يلا. وينك؟ وعملنا فنجانين قهوة. وينك؟ الله يرضى عليك بمعيتك، على المجلب في كم صينية هيك زفرين. يلا هوا. وينك؟ وراس أرجيلة تنباك عجمي. ايه؟ عرف بتلاقي تنباكات. مضمر زماني يا زماني، مرمر طيني لابدي ما تتمرمر. يا فاجري لما طل نوار بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل. يا فاجري لما طل نوار بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل. يا فاجري لما طل نوار بلون الفل، صحي عيوني. يفضح ريش قلبك. شو أبو فريد؟ بالظاهر أنت عشقك. يا ضرسة. بيجوز يمكن، ما بعرف. لك شو بيجوز؟ حدا بيعشق بدون ما يدرى. والله ماني متذكر، بيجوز عشقان بيجوز ماني عشقان، الله أعلم. جليتي جليات حبيبتي؟ جليتي جليات أبو فريد؟ كله خالص، ولا شيء، كله خالص. برافو علي، الحقني بالأهوات لأنك الحقني. يا فاجري لما الضم ملون بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل محبوبي. الله يا ابو فؤاد على القعده، قديش حلوه. حلوه مو هيك؟ ايه والله. يسلموا ايديك على شطف ارض الديار النظافه وقطافه. شف لي على الزرع وعلى الخضار وزقزقه العصافير، فعلا شي بياخذ العقل. يا سيدي الله يديم البسط. امين يا رب. وين لقوني؟ دخلك بتعرف وين ضربتني السيارة؟ سفقتك السيارة بشارع الحكيم على الكوع.
طرت ثلاث امتار بالجو مثل الباشي، بعدين نزلت شبط على الارض. ليش عم تسال انت؟ بدي روح اعمل لي جوله هنيك، بلكي بلاقي لي شي حدا بيعرفني. انا متاكد ما حدا راح يعرفك، لانه لو الك حدا كان سال بالمستشفيات ولاك. ما اختلفنا، نحن بنعمل اللي علينا، مو افضل؟ افضل الك بس مو افضل الي. بعدين شو ناقصك حتى تروح تدور؟ كل شيء موجود هون ومأمن له، وانا مبسوط منك كثير. لقطه انت لقطه. ما اختلفنا، بس بلكي طلع عندي مرة ولا بصير اتركهم هيك؟ ما بيصير. لا ما بيصير، ما بيصير بنوب، لا سمح الله، ان شاء الله ما يلاقيه. روح بس لا تطول، لا تطول. شلون ما طول؟ بلكي لقيته، شو بعمل؟ اذا لقيتهم يا سيدي، يعني اذا طلع لك عيلة رجع لعندي، بسيطة، رجع طمني. إن شاء الله تكون مرتي. عفوا في شيء؟ لا كنت أسألك قديش الساعة؟ ما معي ساعة. مو مرتي، لو مرتي كانت عرفتني. أول واحد من هالسعادين هدول من البنات. مرحبا عمو. أهلين. شو اسمه؟ دحام. عاش الأسامي. بتعرف كل شي؟ لا. طيب أحد عارفني؟ مرحبا معلم. اهلين وسهلين. امور ما يامر عليك ظالم، نحن بنعرف بعضنا شيء؟ لا والله، هالوش الحلو اول مره بشوفه. انت بتعرف كل اهل الحاره تقريبا؟ ليش؟ طيب وشي شوفه، لو وشي اول مره بتشوفه. ليش حضرتك من سكان الحاره؟ لا والله الله اعلم، بس يبدو اني ماني من سكان اهل الحاره. السلام عليكم. الله يثبت علينا العائل والدين. معناها دعواتي جابت نتيجة، ما هيك؟ دعوات ايش؟ يعني من أول ما رحت وأنا عم بدعي لك ما تلاقي حدا. لا لا يا فؤاد، ما حبيتها منك. ها معقول الحكي؟ ولك عم بمزح بمزح وما مصدقت أنت. بهالحالة معناتها من بكرة لازم ننزل أعمل لي جولة تانية، بلكي لعل والعسى، ما بتعرف. هلقتني انت، ليش مستعجل؟ شو ناقصك هون؟ هي عندي مي وخضره ومن جميعه. صب شاي، صب لك. هلا ما تواخذني بهالكلمه يا عم يا فؤاد، ناقصني الوجه الحسن. الوجه الحسن يعني بجوز يكون في عندي مره معقوله اتركها واجي طمني معك. مو معقوله. لا هيك زعلت منك والله العظيم، زعلت. لا لا خلص، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل ولا تخاف. إذا فعلا طلع عندي مرة أولاد بساويك جدهم. منيح منيح بس مو كتير. طب خلص خلص، مثل ما بدك. شراب شاي. شوف قبل ما أنسى، مزيك قود. شو هدو؟ انزل وتصور صورة فورية أوامي. ومشان شو؟ مشان ابعت لك صورتك على التلفزيون على برنامج خبرني يا طير، يعني بركي اهلك بيتعرفوا عليك. طيب روح هلا. لك مو هلا، ليش مستعجل على فرائي؟ عود كن على يطاق. ماشي.
أبو فريد مواطن سوري يبحث عن أهله وأقاربه. على من يعرف صاحب هذه الصورة الاتصال فورا ببرنامج خبرني يا طير. أكرر مرة أخرى، من يعرف صاحب هذه الصورة الاتصال فورا بالبرنامج. لك سمير؟ يا سمير؟ لك سمير؟ تعال أمي تعال أهو، جيب لي ورا وأنا مكتب لي رقم هذا البرنامج بسرعة. يا برنامج لك حد خبرني يا طير، طلع أبوك وغير اسمه كمان. أوام أمي أوام. يا ألف الحمد لله اللي التقى قبل ما يرفع علينا صاحب البيت دعوة. صار له 6 شهور الأجار متراكم، نأمنها تجيب مصاري يا ربي. نعم شفتي المحتاج شو عامل؟ مغير اسمه مشان ما حدا يعرفه. يا الله ليوصل. لك يخرب بيته شو نصاب، بدي ياكل مصارينا عينك كنت عينك. ناوريني التليفون لك. شو بدك بالتليفون؟ بدي احكي مع برنامج خبرني يا طير مشان اعرف وين هو. جبته والله. سجلتي الرقم؟ لا ما سجلته. على كل بعيد الحلقة مرة تانية بكره. معناها بكره بنحكي معهم. بصراحة كنت ناوي اكبس الليلة، ما بدي خليه يعرف ينام. بس ماشي الحال، بسيطة. أنا آسف على إزعاجكم سيدي بهالوقت، بس الخبر محرز. هذا النصاب معتز ظهر ببرنامج خبرني يا طير يا سيدي. نعم سيدي، ومغير اسمه. إيه إيه، ومسمي حاله فريد، على أساس ما رح نعرفه يا سيدي. طيب سيدي حاضر حاضر، أمرك سيدي أمرك. الله معك، مع السلامة. إن شاء الله ما تكون مرتي، بس بلكي مرتي. عفوا أنت مرتي شي؟ شو لا؟ نيلة أحسن عشان نيلة براسك. نيلة أم لا؟ نيلة نيلة. الحمد لله اللي ما أنا مرتي. معليش ابو تمام، والله انا محتاج اكثر منك. لا ومو بس هيك، معتز تدين مني قبل ما يتدين منك، فالاصول يسدني الي قبل ما يسدك لك. صحيح يا وحيد، بس الافندي اذا سد واحد ببطل يسد الثاني. ايه ما رح يقدر يسدوا لا واحد، ما شاء الله جايته المصاريف على الطريق. انتوا ادعوا له يكونوا بصحه وعافيه مشان يقدر يشتغل ويسددكم، وبتكونوا انتوا الغانمين. والله يا اختي ما عاد تنفع الدعوات، لان محاكمته نهار الاربعاء. ادعوا له يكون عنده شيء بعد المزاد العلني. من الله يا حسرة ما عنده شيء هالمزاد علني. صحيح عيون الناس محبوبة قبل الكل. شو أبو فريد شايفك مروق؟ ايه والله مروق. شو ربحان شي نمرة يا نصيب؟ ضروري يكون الواحد ربحان ورقة يا نصيب لحتى يروق. نيالك شو فاضي بالك، بس اسمع مني، غني دي قلبك من غير ما حدا يسمعك، وإلا بيفكروك مأجر الفوقاني. والله معك حق، خاطرك. الله معك. فاجرين أما الطن خير ان شاء الله خير. يا ترى شو عم تعمل الشرطة هون؟ مرتي هي؟ ابو تمام؟ وحيد؟ لهون لحيني اللي ما بتخافوا الله.